بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الضحايا وتحت الباب السابع الذي عنون له بقوله: باب في البقر والجزور عن كم تجزى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فيه بيان لإجزاء البقرة والبدنة من الإبل عن سبعة، يعني أنها تقوم مقام سبع شياه. فمن أراد أن يهدي، من كان عليه هدياً واجباً، فإن هذه البدنة أو البقرة تكفي لسبعة. وهذا يكون في غالب الأحوال عندما لا يستطيع كل فرد أن يشتري هدياً مستقلاً، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى هذا، أن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة. يعني لو كان هنالك سبعة على كل منهم هدي، فاشتركوا في ثمن البقرة أو البدنة فإنها تجزئ عنهم، كأنهم ذبحوا، كأن كل واحد منهم ذبح هديا على استقلال. لكن هذا الحديث كما ذكرنا في الدرس الماضي ظاهره أنه في الحج، في هدي التمتع أو القران، ونحن هنا في كتاب الأضاحي. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يستدل به على جواز الاشتراك في الضحايا، أن يشترك سبعة في البدنة أو البقرة فيضحوا بها عنهم، لما ذكرنا في الدرس الماضي أن بين الهدي والأضحية اشتراكاً في الصفات وفي الشروط، وإن كان يوجد خلاف بين الهدي وبين الأضحية، فالأضحية ليست واجبة على الأشهر عند العلماء، وإنما هي سنة مستحبة، والهدي واجب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليه أن يهدي ما تيسر له، ولعل هذا هو السبب الظاهر. وإن كان قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي معنا إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضحوا بالبدنة، بالبقرة أو البدنة عن سبعة، وهذا يقوي ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من الاستدلال على جواز الاشتراك في البدنة أو البقرة لسبعة،
في الأضحية كما هو الحال في الهدي. سيأتي معنا هذا إن شاء الله فيه مزيد تفصيل. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كيف دخلت البقر مع الإبل؟ جابر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي هذا الحديث سئل عن هذا، لأن هنالك فرقا بين البقر وبين الإبل في الشكل وفي الحجم، في أشياء كثيرة، وإن كانت تشترك في ضخامة الجسم لكنها تختلف الإبل غير البقر. والقاعدة أن الاختلاف في الاسم، إذا اختلف الاسم دل ذلك على اختلاف المسمى. هذا محمد اسمه، وهذا علي، فإذا أطلق هذا الاسم انصرف إلى كل واحد سمي به، فلا يمكن أن تقول أن تطلق على علي اسم محمد، تقول يا محمد وتقصد به عليا، إلا إذا كان هذا من باب الوهم أو السهو. لكن إذا قصدت الحقيقة لا يدخل هذا في هذا، لأن هذا له اسم معين وهذا له اسم معين. فالبقر في واقع الحال تختلف عن الإبل، إلا أن بينها جامعا هو ضخامة هذه الأجسام وكبرها عن الغنم أو عن الماعز. جابر رضي الله تعالى عنه يقول هي من البدن، البقر من البدن، باعتبار أن هذا البدن الكبير هذا أيضا يتحقق في البقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم ذلك، أن يهدوا السبعة، أن يهدي السبعة بقرة أو بدنة، أن يشتركوا فيها ويجزئوا هذا عنهم عن الواجب. فالمصنف أراد أن يستدل به أيضا على موضوع الأضحية، أنه يجوز أن يشترك السبعة في البدنة أو البقرة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يعني هذا أيضا ثبت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإذنه أنها تجزئ عن السبعة وأنها تجزئ عن البقرة والبدنة، كما هو الحال في حجة الوداع، وكذلك أيضا ثبت كما في هذا الحديث في الحديبية، ثبت في الحديبية أيضا، لأن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أحصروا يعني منعوا من دخول الحرم، والمحصر يتحلل بأن يذبح هديا يسمى هدي الإحصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم أن يشتركوا في أن يشترك السبعة في البقرة أو في البدنة، وهذا يؤكد ما ورد في الحديث الأول من جواز اشتراك أو من إجزاء اشتراك السبعة في البدنة أو في البقرة. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي.
هذا الحديث استدل به المصنف على سنية الذبح، ذبح الأضحية في المصلى، والمصلى ليس هو المسجد، المصلى ليس هو المسجد بل هو مكان خارج المسجد صلى فيه صلاة العيد وصلى فيه صلاة الاستسقاء، وقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام المصلى لهذا الغرض خارج مسجده عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من الصلاة ومن الخطبة أتي بكبش فذبحه، وهذا قد تقدم معنا، لكن هنا فيه أنه قال هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمته، وهذا توسيع لمعنى الأضحية. في بداية كتاب الأضاحي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الأول فيه أن على أهل كل بيت في كل سنة أضحية، فكيف تجزئ الشاة الواحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمن لم يضحي من أمته، وفي بعض الروايات وعن أمته، هذه هل الشاة هذه تكفي؟ لو قلنا إن الشاة هذه، نحن هنا نقول التأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا لو فعلناه لأبطلنا مدلول الحديث الأول، فلو ذبح الإمام كبشا ونوى به أن يكون عنه وعن من معه من الأمة، فهل هذا يجزئ؟ هذا لا يجزئ، لأن الحديث الأول دل على أنه لا بد أن تكون الأضحية على أهل كل بيت وعلى القادر من المسلمين. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ هذا العلماء بحثوا فيه، العلماء قالوا إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. يمكن هذا أيضا الحديث هذا يحكي جزءا مما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، الراوي هذا رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش، لكن هو في واقع الحال ضحى بكبشين، بهذا وبكبش آخر، هذه واحدة. وإذا لم نقل بها فهذا ربما يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا خاصا به، أو أنه أراد أن يشركهم في الثواب معه، إشراك في الثواب، لكنه ليس تضحية عمن لم يضحي حقيقة، ليس تضحية عمن لم يضحي حقيقة. فهذا الحديث إما أن يكون الراوي الذي رواه لم يرى الكبش الآخر ونقل لنا كبشا واحدا، نقل لنا ذبح النبي عليه الصلاة والسلام لكبش واحد وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكاه وقال هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمته، فهذا يعني الراوي نقل ما رآه، وهذا لا يعني أن الحالة كانت كذلك كلها، بل هنالك أشياء رآها رواة آخرون فنقلوا لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. الأمر الثاني هو أن المنبر الذي كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام عليه كان في مسجده، ومنبره عليه الصلاة والسلام مصنوع من الخشب، من خشب الغابة، صنعته له امرأة من الأنصار كان لها مولى نجار، وكان له ثلاث درجات يرتقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب الناس من عليه، والحكمة في هذا ظاهرة، هو حتى يراه الناس، حتى يظهر للناس فيروه. لكن هذا المنبر لم يكن في المصلى، حديث هذا الذي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة عيد الأضحى في المصلى،
قال فلما نزل عن المنبر، المصلى ليس فيه منبر، بل ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قائما في المنبر بدون أن في المصلى. فلماذا قال الراوي فلما نزل؟ لعل الراوي استصحب حال كون النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، كان لا يخطب إلا على المنبر، فإذا قضى خطبته نزل، فكأن الراوي هنا يريد أن يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من خطبته ذبح أضحيته. لكن مسألة وجود المنبر في المصلى هذه لم تثبت، لم يثبت أن في مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج المسجد ما ثبت أن فيه منبرا يرتقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب ثم ينزل عنه. فلعل الراوي استصحب حال كون النبي عليه الصلاة والسلام في العادة يخطب في مسجده ويرتقي على المنبر وينزل عنه بعد أن ينتهي من خطبته، أو أنه قصد بقوله ونزل عنه يعني بعد أن قضى خطبته اتجه إلى المكان الذي ذبح فيه أضحيته. فلا ينبغي أن يفهم من هذا أن مصلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجمع الناس فيه للصلاة، صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، أن فيه منبرا، ليس فيه منبر، المنبر إنما هو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومكانه معروف الآن، مكانه معروف، الناس يصلون إليه، وقد نقلت الصلاة بحمد الله الآن، الإمام أصبح يصلي فيه بعد أن كان يصلي في الزيادة الجديدة، عاد ليصلي في محراب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الإمام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. نعم، هذا الذبح في المصلى، الذبح في المصلى في ذلك الزمان له حكمة، وحتى في هذا الزمان له حكمة، أن الناس المحتاجين يأتون فيجتمعون فيجدون هذه الأضاحي أمامهم فيأخذوا منها، يأكلون منها، هذا له حكمة. لكن هذا أيضا مربوط بالأحوال والعوائد. المصلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا بالرخام، ولم يكن فيه من الفرش هذه التي نصلي عليها شيء، كان من جنس الصعيد، كان من جنس بقية الأرض، إلا أنه مخصص لصلاة العيد ولصلاة الاستسقاء. فالذبح فيه لا يؤثر، لا يؤثر الذبح فيه في موضوع النظافة أو التلويث، لكن في هذا الزمان إذا كان المكان مخصصاً لصلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، وكان محاطاً ومفروشاً بفرش أو برخام أو نحو ذلك، فإنه ليس من السنة أن يذبح فيه فيلوث المكان ويؤذى الناس فيه. فاتباع السنة يجب أن يكون له التأسي بالأحوال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مراعاة الأحوال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفهم بعض الناس الآن أنه من السنة أن يذبح في المصلى فيأتي إلى المكان المفروش ويذبح فيه بزعمه أنه يحقق السنة فيلوث المكان، هذا لا بد منه. كما يفعل أو كما روي عن بعض الجهلة هدانا الله وإياهم أنهم يدخلون إلى الحمامات الحديثة هذه بالأحجار، لأنه ورد أنه من السنة الاستجمار بالأحجار ثم الاستنجاء بعد بالماء
بعد قضاء الحاجة، وهذا ما ذكره كثير من العلماء في قصة أو في ثناء الله سبحانه وتعالى على أهل مسجد قباء. الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو مسجد قباء، أحق أن تصل أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا إنه ورد هنا لفظان في مسألة الطهارة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا بزيادة التاء، واللفظ الثاني: والله يحب المطهرين. فقالوا هذه الزيادة فيها فائدة. ما هي الفائدة إذن؟ قالوا الفائدة أن الأولى في الاستجمار بالأحجار، والثانية في الاستنجاء بالماء. فيأتي بعض هؤلاء بالأحجار إلى الحمامات هذه الحديثة، ويأخذون الأحجار يستجمرون بها ويلقونها في الحمامات هذه، فيؤدي ذلك إلى انسدادها وتلويثها. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، إنما إذا كان المكان يصلح لمثل ذلك في العراء أو في أماكن تقبل ذلك لا بأس، لكن أما أن يكون هذا في الأماكن المعددة المخصصة لقضاء الحاجات وفيها من الأشياء الحديثة ومن أدوات النظافة ما يمنع من استعمال ذلك، فينبغي أن يحتاط لذلك، وألا تفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام على غير وجهها. فالذبح في المصلى إنما كان لحكمة أن يراه الفقراء والمحتاجون فيأتوا إليه فيأكلوا ويستفيدوا منه، لكن لا بد أن يكون المصلى قابلا لمثل ذلك، بأن يكون صعيدا من جنس بقية الأرض، وألا يؤدي ذلك إلى التلويث وإلى إيذاء الناس. أما إذا كانت هذه المصليات مخصصة ومفروشة ونظيفة فلا يصح بحال من الأحوال أن يذبح فيها، حتى ولو قلنا إن هذا من باب اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في حبس لحوم الأضاحي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال: قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. نعم، هذا حديث عظيم أشرنا إليه في الدرس الأول، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات منع المسلمين من أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال، وفي هذا الحديث منعهم أن يدخروا أكثر من الثلث، يعني أن يتركوا الثلثين إما للصدقة أو للهدية، أن يأخذوا الثلث فقط. وهذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات، ثم بعد ذلك في السنة التي تليها الناس ضاقت بهم الحال، لأنهم كانوا يستفيدون من الأضاحي، كانوا يدخرون لحومها لفترات طويلة، يجففونها أو يملحونها ونحو ذلك، ويأخذون جلودها فيستفيدون من الشعر، ويستفيدون من الأديم يدبغونه فيصنعون منه القرب والأسقية. فكأنهم أحسوا بشيء من الحرج،
فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له إن الناس اعتادوا على أنهم يستفيدون من أضاحيهم، أنهم يأكلون منها ويدخرون، وأنهم يستفيدون من أسقيتها ونحو ذلك. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ قالوا: إنك نهيت عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أو أن يدخر منها ما زاد عن الثلث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم السبب الذي يعرفونه، هم يعرفونه، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة تقول: دفت دافة من العرب، جاءوا دخلوا المدينة وقت عيد الأضحى متثاقلين من شدة الجوع والفاقة، دخلوا إلى المدينة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يأكلوا أكثر من الثلث أو أن يدخروا أكثر من الثلث، حتى يتيحوا فرصة لهؤلاء الذين قدموا وقد أنهكهم الجوع وعضتهم الحاجة، حتى يجدوا فرصة كبيرة ليأكلوا ويتقوتوا ويتقووا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة. هذا النهي مؤقت، كان من أجل هذه الطائفة، الجماعة، القوم الذين وفدوا إلى المدينة في العام الماضي وهم في حال شديد وقد أصابهم الجوع وأنهكهم، حتى يأكلوا ويشبعوا. لكن ما دام أنهم قد شبعوا وذهبوا والناس اغتنوا، فلا حرج عليكم، كلوا وتصدقوا ما بدا لكم. فهذا دليل على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، يعني فيما زاد عن ثلاثة أيام، أو أن يؤكل منها ما زاد على الثلث، كان هذا نهيا مؤقتا، كان نهيا مؤقتا بسبب الفرقة التي قدمت إلى المدينة وهم على تلك الحال من الجوع والمشقة. فهذا نهي مؤقت، وعاد الأمر إلى ما كان عليه من جواز الأكل والتصدق والادخار والانتفاع بكل شيء من هذه الذبائح التي تذبح بقصد الهدي. هذا أيضا، هذه العبارة: إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، هذه عند علماء الأصول مثال للعلة في القياس، في باب القياس مثال للعلة المنصوص عليها. والعلة المنصوص عليها في باب القياس هي أقوى أنواع العلل، والمقصود بالعلة الوصف الذي ثبت الحكم به أو من أجله، فهذا إما أن يثبت بالنص عليه أو أن يثبت بالاستنباط، والنص عليه أقوى، لأن الاستنباط ظني، قد يخطئ الذي يستنبط الوصف الذي من أجله ثبت الحكم ليقيس عليه شيئا آخر قد يخطئ، لكن إذا نص على هذا الوصف فهذا وصف صحيح، وهذه علة قطعية لا تقبل التشكيك. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، يعني هذا هو السبب الذي ثبت من أجله الحكم، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي. هذا لمن كانت له عناية أو معرفة بعلم الأصول. ففي علم الأصول هذا في كتاب القياس في باب العلل، العلة التي يثبت بها الحكم، يعني الوصف الذي يثبت به الحكم، هذا مثال للعلة المنصوصة القطعية. نعم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم، هذا أيضا تأكيد لما ورد، إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. هنا جاء به بصيغة أخرى في هذا الحديث، قال من أجل أن تسعكم. ما معنى أن تسعكم؟ يعني أن تكفي للجميع. من هم هنا الجميع؟ الجميع أصحاب الضحايا والفقراء المحتاجون، هؤلاء الذين قدموا إلى المدينة، من أجل أن تسعكم حتى لا تستبد بها فئة معينة، أن يكون هذا للجميع متاحا. لكن الآن كلوا واستمتعوا وادخروا واتجروا، هنا يقول واتجروا، قالوا المقصود ليس البيع والشراء، لأن لحوم الأضاحي لا تباع، لكن المقصود ابتغوا الأجر، ابتغوا الأجر من الله سبحانه وتعالى بالصدقة ونحوها، ابتغوا الصدقة من الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الحديث قوله فإنها كلوا واشربوا، فإنها أيام أكل وشرب، يعني هذه أيام يوم العيد ويوم والأيام التي بعده، هذه تسمى أيام التشريق. يوم العيد يسمى يوم النحر، والأيام التي بعده 11 والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق. لماذا؟ أن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، يعني ينشرونها، يجففونها حتى يدخروها بعد ذلك، فهي سميت أيام التشريق من هذا الباب، يعني أن أصحاب اللحوم يعلقونها، يجففونها، يشرقونها، يعني يعرضونها للشمس المشرقة. قال إنها أيام أكل وشرب، يعني أيام عيد، أيام فرح، الناس تأكل فيها. ولذلك بعض إخواننا في بعض الأقطار الإسلامية يسمونه عيد اللحم ولا عيد الضحية، يعني ها فرح، يأكلون فيه ويشربون. لكن العلماء أخذوا من هذا حكما، بعض العلماء أخذوا من هذا حكما، أن هذه الأيام لا يجوز الصيام فيها. الصيام كما يمنع في يوم العيد، واضح هذا، الصيام ممنوع في يوم الأضحى وفي يوم الفطر في يوم العيد، لكن هذه الأيام ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام أكل وشرب، أن هذه أيام إظهار للفرحة وللعيد، هي لاحقة ليوم العيد، فلا يصام فيها. فمن كان عليه صوم واجب، يعني بقي عليه صوم من الهدي، الله سبحانه وتعالى قال في الهدي، في هدي التمتع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا هو الموافق للسنة. لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم، بأن جاء متأخرا أو شغل أو مرض، فأراد قبل أن يسافر أن يصوم بعد يوم العيد، هنا الأحوط له ألا يصوم في هذه الأيام الثلاثة، لأنها مثل أيام العيد، ملحقة بأيام العيد، أيام أكل وشرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في المسافر يضحي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. نعم، هذا الحديث ورد فيه أنه كان من النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، كان مسافرا فضحى، وهذا دليل على مشروعية الأضحية حتى لمن كان بعيدا عن بلده، لأن العبرة
هي وجود الطول، يعني قدرته على ثمن الأضحية. إذا ترك الأضحية عند أهله فهذا حسن، لأنهم ينتفعون بها ويتصدقون. لكن لو كان هو مسافرا أو كان عنده زيادة قدرة أنه يضحي عند أهله ويريد هو أن يضحي، فإنه لا حرج عليه، لا بأس أن يضحي هو. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام، ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان معه في سفر فضحى بشاه وأخذوا من لحمها، أخذوه معهم، ولا يقال كيف يأخذونه وليس عندهم مجمدات ولا مبردات، لا، كانوا يجففونه في الهواء، يعلقونه ويصبر معهم اليوم واليومين والثلاثة. فيقول ما زلت أطعمه منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ثوبان أطعمنا، يطبخ لهم من لحم هذه الشاة، يقول ما زلت أطعمه منها حتى وصلنا المدينة. هذا لا علاقة له بترجمة الباب، لكن المقصود هو التأكيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في السفر. وأزيد من ذلك حتى لا يتهم بعض الناس هذه الرواية أو الراوي فيقول إن هذا الراوي وهم، يقول لا، ما زلت أطعمه منها حتى دخلنا المدينة، يعني الراوي متأكد مما يقول، ليس فقط أنه قال ضحى في السفر، بل إنه كان يطبخ له منها حتى وصلوا إلى المدينة. وهذا فيه زيادة تأكيد على أن هذا الأمر حصل بالفعل. باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، هذا غاية الرفق في هذا الدين، وابتغاء ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم. ربنا جل ذكره يقول آمراً عباده المؤمنين جميعاً: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. يعني هذا أمر بالإحسان وبيان لما رتبه الله سبحانه وتعالى على الإحسان من محبة من يفعل ذلك، يعني أنه يصبح من أحباب الله سبحانه وتعالى. أحسنوا، إن الله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء الإحسان كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء، يعني أن تحسن، أن تبتغي الإحسان أيها المكلف في كل شيء، حتى في الذبيحة التي تذبحها. الذبيحة هذه التي تذبحها أنت تنهي حياتها، أنت تؤلمها بما تصنعه بها من قطع رقبتها وإسالة دمها، هذا لا خلاف عليه، لكن هذا ينبغي أيضاً أن يكون مع الرفق. الرفق هنا من الإحسان. كيف يترفق الإنسان بهذه الذبيحة التي يذبحها؟ نعم، يضجعها ويسمي، ثم قال: ليحد أحدكم شفرته، هذه السكين التي يقطع بها، أن يحدها قبل أن يبدأ في الذبح، أن يسنها حتى تكون ماضية. يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كيف يريحها؟
يعني لا يشعرها بهذا، يقلبها ويجعلها داخل أيديها تدخل في بطنها ورجلها، لا يؤذيها، يضجعها على الأرض برفق ثم يذبحها، هذا من الرفق، ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورد أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان ذبيحته أمام أختها التي تنظر إليها، كما جاء في الأثر قال تريد أن تقتلها مرتين، يعني تموت تشعر بألم الموت وهي ترى أختها تذبح ثم بعد ذلك تأتي بها وتذبحها مرة أخرى، يعني يداريها، يذبحها إلى يعني يجعلها في جهة لا ترى ما يحصل لأختها، هذا من الرفق. طيب هذه حيوانات، نعم، لكن هذه الحيوانات أيضا فيها إحساس، فيها إحساس وتشعر بالخوف. الآن لو أنك سقت بعض هذه الحيوانات إلى حفرة، هل تقفز الحيوانات في الحفرة؟ تتراجع، تحاول ألا تقع فيها، فهذا يعني أنها تحس بالخطر، فعلى الإنسان أن يريح هذه الذبيحة، هذا من الرفق. هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا الآن في هذا الزمن بما يقولونهم مسألة الرفق بالحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، هل يجدون شيئا يساوي أو يقارب ما ثبت في ديننا من الرفق بهذه الحيوانات حتى في حال الذبح؟ في حال الذبح الآن في بعض البلدان، في كثير من البلدان الذبح يقع بإطلاق رصاصة تصيب المخ فتتلفه، ينفجر المخ فتموت، يموت الحيوان، أو بمرزبة حديد يأتي بها هذا الذابح ويضرب بها رأس الحيوان على دماغه فيموت، هل هذا من الرفق؟ إضافة إلى ما فيه من مسببات الأمراض، لأن الدم الذي يحمل الميكروبات والجراثيم يحتبس في داخل هذا الحيوان، لكن هذه الطريقة البشعة لا يرون أن فيها تعذيباً، ولكن عندما يذبح المسلم الذبيحة بهذا الأسلوب الرفيق فيخرج الدم المحمل بالأشياء المؤذية من جسدها ويطيب لحمها، هذا يعتبرون أنه هذا جناية على الحيوان وليس من الرفق بالحيوان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فالرفق هذا النبي عليه السلام أمر به، وعندما يقول كتب الرفق أو الإحسان على كل شيء، حتى من يحد، من يقام عليه الحد في الشريعة، أو من يقام عليه القصاص، مجرم قتل إنسانا آخر عمدا وثبت عليه هذا فيقتص منه، ما نأتي به ونربطه ونجره في الشوارع ونسحبه بالسيارات، لا لا، ولا نصعقه بالكهرباء، يعني طريقة موحية، أسرع طريقة يمكن أن تزهق بها الروح نتبعها. كتب الإحسان على كل شيء، حتى في إقامة الحدود، حتى على الزاني، هذا الذي فعل كبيرة من الكبائر أو من أكبر الكبائر، هذا أيضا يجب أن يترفق به، أن يترفق به، أن نقتصر على ما ورد في شرعنا، ألا نتجاوز ذلك. المرأة التي زنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة زنت فاعترفت، اعترفت بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ثبت الحد عليها أمر برجمها، فقام الناس يرجمونها، فبعض الصحابة حمل حجرا ورماها به ولعنها، قال عليك لعنة الله، غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الذي قال لعنها، هذا ليس من الإحسان في شيء،
نحن الله سبحانه وتعالى أمر برجم الزاني، لكن لا نزيد على ذلك، ما نزيد على ذلك بأن نقطع أعضاءه أو نشرحه أو لا، أمر برجمه نربطه ونحفر له ونرجمه حتى لجزء من جسده حتى يموت. لكن لما لعن هذا الرجل هذه المرأة التي تابت، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا موقف تربوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك أن يبين للناس في الموقف، البيان في وقت الحاجة. قال: لقد تابت توبة هذه المرأة التي تلعنها أنت وتستخف بها، قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. من هم أهل المدينة في زمن النبي عليه الصلاة؟ أصحابه المهاجرون والأنصار. لو قسمت توبة هذه المرأة بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فالتجاوز هذا حتى في إقامة الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على من وجبت عليه، هذا أمر غير جائز. من الإحسان الالتزام بحدود الشرع. قال: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأنها إذا لم تكن الشفرة حادة فإن الحيوان يتعذب، يمرها مرة ومرة 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 يزيد في تعذيبه، لكن إذا كانت الشفرة ماضية تقطع بسرعة وينتهي الأمر. نعم. لماذا جاء بهذا الموضوع هنا؟ نحن نتكلم في ماذا الآن؟ الكتاب الذي معنا كتاب الضحايا. لماذا جاءنا هنا بمسألة الذبح؟ مسألة الذبح فقط، لا تذبح إلا الضحايا؟ لا، تذبح الضحايا، يذبح الهدي، يذبح لأكل اللحم للحاجة، يذبح في كل السنة، لكن لأن الهدي ولأن الأضاحي لا بد لها من الذبح، فالأمر هنا وسيلة الحصول على لحم الأضاحي ما هي؟ هي ذبحها، والذبح هنا لا بد أن يكون بهذه المواصفات، وهذا كما يكون في الأضاحي يكون أيضا في غير الأضاحي، لكن المناسبة هنا احتياج الأضاحي إلى الذبح، فإذا احتجنا إلى ذبح الأضاحي لا بد أن يكون هذا بوسيلة مناسبة يتحقق فيها الإحسان. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نعم، هذا أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو من المكثرين في رواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، المكثرون من رواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الصحابة، قيل إنهم 6، قيل 8، وقيل أكثر من ذلك. هؤلاء كل واحد منهم روى آلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكم لهم من الفضل علينا، حفظوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أنس دخل على الوالي فوجد في الطريق بعض الشباب الغلمان، وجدهم قد نصبوا دجاجة ربطوها، الدجاجة وضعوها هدفا يتدربون على الرماية في إصابة هذا الهدف، الدجاجة. أنس غضب لهذا وقال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تصبر البهائم. ما معنى تصبر؟ يعني تحبس وتربط لقتلها، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه زيادة تعذيب، لأنك لو ربطتها وذبحتها لا شيء في هذا، لكن أن
تربطها لتتدرب في الرمي عليها وأن تعذبها وأن تقطع أوصالها هذا فيه تعذيب لها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصبر البهائم، فما بالك بصبر بني آدم، يعني أن يربطوا وأن يحبسوا ثم بعد ذلك يتسلى أو تعمل بهم الأعمال التي تؤدي إلى قتلهم، لكن ليس قتلا سريعا بل بتقطيع أوصالهم أو بشق أجسادهم أو نحو ذلك. هذا كله من مخالفة الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهذا ليس من الإحسان. وأنس رضي الله تعالى عنه وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه للناس ويرشدونهم وينصحونهم إلى ما علموه من النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغوا، من علم شيئا وجب عليه أن يبلغه لغيره، فالصحابة كانوا يبلغون للناس هذه الأمور، لو لم يبلغوهم لوقع الناس في الخطأ والحرج ومخالفة الشرع، لكن الصحابة كانوا يبينون لهم هذه الأمور رضي الله تعالى عنهم. باب في ذبائح أهل الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه الآية وردت في كتاب الله الكريم تبين شروط حل الذبيحة أن يذكر عليها اسم الله، ليس هذا فحسب، بل لا بد أن تذبح بالطريقة الشرعية، ولا بد أن تكون الذبيحة هذه التي تذبح مما أحله الله سبحانه وتعالى. الذي أحل لنا ذبحه ما هو؟ بهيمة الأنعام: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى علينا؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيناه، ما أدركنا حياته فذكيناه، هذه مستثناة من بهيمة الأنعام. لكن غير بهيمة الأنعام حتى لو ذكيت لا تحلها الذكاة. الذكاة تحل ماذا؟ تحل ما يباح أكله من بهيمة الأنعام. يعني لو جاء إنسان بخنزير أكرمكم الله فذبحه، ذبح الخنزير، أضجعه على الأرض وذبحه، الذبح هذا لا يحله لأنه هذا ميتة. ذبح ما لا يحل أكله لا يحله، كأنه ميتة، ذبحته أو لم تذبحه لا يحل أكله. لكن أيضا لا بد أن يكون هذا بالطريقة الشرعية، بالذبح الشرعي. فالله سبحانه وتعالى ذكر أيضا قال: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما لم يذكر اسم الله عليه هذا أمر قد يكون في حالين: حال نسي الذابح أن يذكر اسم الله عليه، فإذا تذكر أو جاء وقت الأكل يسمي ويأكل، لكن إذا تركت هذه التسمية عمدا أو ذكر عليها اسم غير الله، يعني لو جاء الذابح وذكر اسم بوذا أو اسم المسيح وقال باسم المسيح وذبحها، هذه لا تحل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه لها قصة، الشياطين يجادلوننا في ماذا؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليهود جاءوه ويقولون: يحل لنا أكل ذبيحتنا
ويحرم علينا أكل ما ذبحه الله. ما ذبحه الله يعني ما مات حتف أنفه، هذا الله هو الذي قدر عليه هذه الموتة. فيقولون كيف يحل لنا أن نأكل ذبيحتنا ولا نأكل ذبيحة الله التي قتلها الله سبحانه وتعالى؟ يجادلون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكم في هذا، التي تموت حتف أنفها لا يجوز أكلها حتى ولو كانت في الأصل مما يجوز أكله من بهيمة الأنعام، إذا ماتت حتف أنفها يعني بدون أن تذكى. فالله سبحانه وتعالى نهى، قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إلى آخر الآية. لكن جاء بعد ذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من النساء إلى آخر الآية. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول هذه الآية التي وردت في حل ذبائح أهل الكتاب هذه استثناء من التحريم السابق، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه استثنتها إذا كان من طعام أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إذا كان هذا من طعامهم فإنه يحل لنا أن نأكل منه، نسمي ونأكل الله ونأكل هذه الذبائح. لماذا أحل الله سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب؟ والطعام قالوا اللحم، مفسرون قالوا الطعام هنا هو اللحم. لماذا أحله الله سبحانه وتعالى وأحل لنا أن ننكح نساء أهل الكتاب دون بقية المشركين، مع أن أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى صنف من الكفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنه يفكون. هم كفار بنص كتاب الله، لكن الله استثناهم لماذا؟ تألفا لقلوبهم حتى يقبلوا على الإسلام، لأنهم أهل كتاب، هؤلاء عندهم التوراة وهؤلاء عندهم الإنجيل، فهم أحرى بأن يتبعوا هذا الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في كتبهم. فإذا أرادوا الحق وأرادوا الهدى عليهم أن يقبلوا بدين محمد عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكنهم جحدوا. مع ذلك الله سبحانه وتعالى أباح لنا هذا استثناء أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب. لكن العلماء المحققين بحثوا في هذا الموضوع، قالوا ذبائح أهل الكتاب إذا كانت على الأصل، الأصل أنهم يذبحون، أو لا نعلم حالها، لكن إذا تيقنا نحن نرى أنهم يخنقونها، هي ميتة في ديننا، فكيف لو خنقها المسلم هل تؤكل؟ ما تؤكل. فمن باب أولى لو خنقها النصراني، يعني إذا تبين لنا أنها ماتت عندهم خنقا أو نحوه من الأمور الممنوعة في ديننا فإنها لا تؤكل، ليسوا أحسن حالا من المسلمين. فلذلك متى يحل أكل ذبائحهم؟ إذا كانوا على طبيعتهم الأصلية أنهم يذبحون، أو لا نعلم حالها، لكن إذا تبين لنا الموضوع نغلق أعيننا ونقول لا نأكل منها لأنها من طعامها الكتاب، لا، هذا كلام يعني لا يصح. صلى الله على نبينا محمد.